فلما رجع إليها بعد أن أضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. أربع كلمات، هذه طريقة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، دائما يذكر الرقم والعدد قبل المعدود. الآن لو قال لقد قلت بعدك كلمات كلمات ثم ذكر لها هذه الكلمات الأربع، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو نسي واحد منها ربما يظن أن أن أنها أن ما بقي منها شيء، لكن إذا كان يذكر أنها أربع ثم نسي منها شيء يعرف أنه بقي واحد. وهذا من فوائد ذكر العدد، من فوائد ذكر العدد، لأنه يعين على الضبط، يعين على الضبط. وهذه الطريقة التي في هذا الحديث موجودة أيضا في القرآن. من يذكر الآية؟ ثلاث عورات لكم. قبلها قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. انظر كيف قال ثلاث مرات، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فذكر العدد أول قال ثلاث مرات. لماذا؟ لأن هذا يعين على الضبط. وهنا قال لها قلت بعدك أربع كلمات، هذا يعين على الضبط، يعين على الضبط. حتى هذه يستفاد منها في التعليم. المعلم الآن لما يأتي في أول الحصة ويقول موضوعات اليوم في أربعة عناصر أو في ثلاثة أمور، هذه تعين على الضبط. دائما الطريقة هذه في التعليم طريقة نبوية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تعين على ضبط العلم.